شو بدي أعمل؟ هي كل محاولاتي طلعت فاشلة، ما ضل ببالي ولا فكرة. كمان فوق كل هاد فيفان صعب الأمور علي، هلأ ما ضل عندي أمل بشي. ما عم صدق إني ما أقدر أدبر مصاري لعالج ستي. يا قدير، بترجاك دلني على طريقة، دلني شو لازم أعمل. شوفوا يا جماعة، فينا نوفر نفقات المشفى، بس لازم تدبروا مصاري مشان نقدر نجيب الأجهزة على البيت. حاولوا تدبروهم، أنا متفاهم وضعكم. أقصى شي فيني أقدمه إنه ما أخذ أتعابي، بس لازمكم مبلغ مشان المعدات الطبية والأدوية كمان. يا قدير، أنت بتعرف أنا لعبت الكبادي طول حياتي، بس للأسف بعد كل هالتعب ما حصلت على فرنك. لكي اختي، بدي احكي معك بموضوع ضروري. نيمو، 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 احكي، من وين اجوا هدول؟ الليلي، مين عطاكي كل هالمصاري؟ برينس، أخذتيهن من برينس؟ لا، مو منه. طيب لكن مين عطاكي كل هالمبلغ؟ لا تسكتي، وقت الواحد يطول ليجاوب معناتها في شي غلط. احكي لي الحقيقة، انت شو مخبية؟ شو قصتهم؟ دينتي من حدا؟ لك احكي. ايه طيب احكي، من مين؟ اتدينتهم من رفيقتي. انو رفيقة؟ بس قليلي شو اسمها. امي دقت هلأ لكل رفقات العيلة وكلهم رفضوا يدينونا. مين هالرفيقة اللي دينتك هالمبلغ؟ احكي، لا تضلي ساكتة، قليلي من وين جبتي المصاري. لكن ايمو، ستي عطول بتقول بالأوقات الصعبة لازم تديري بالك من كل تصرف بتعملي. شوفي ليكي، مو أنتي أختي الصغيرة؟ لهيك قليلي الحقيقة. يلا حبيبتي احكي، من وين كل هالمصاري؟ لك احكي حتى موتيني. ميرا، ميرا، ستي، 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 لازم نتصرف بسرعة، ما بصير تضل هيك.